السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله راح تكون وصفتنا هي طريقة عمل اللبنة أو الروب المنشف بالبيت. راح نكبسه بالزيت بطريقة جدا طيبة، إن شاء الله يا ربي تعجبكم. بالبداية أحتاج كيس أو قطعة قماش تكون جديدة مثل هذا اللي نستخدمه، يصير بطانة الستائر عندنا موجود مثل الكتان. يصير هذا عندي كيس أستخدمه دائما للجبن واللبنة بنفس الوقت، أو أي قطعة قماش تكون نظيفة عندكم أو جديدة نقدر نعصر بيها الروب أو الروبة أو اللبن الزبادي. هنا أنا قبل بيوم سويت لبن أو مخثر تقريبا 10 لترات، كمية كبيرة حتى تصير عندنا كمية زينة للبنة. هذا هو الروب عادي، يعني عندي طريقته بالقناة، إذا تحبون شوفوها أتركها برابط تحت هذا الفيديو صندوق الوصف. أبدي أفرغ كل هذه الكمية، 10 لترات من الحليب اللي سويناها من الروبة، أفرغها بهذا الكيس مثل ما تشوفون. وهذا الكيس راح أبدي أعلقه يعني فوق السينك أو في مكان يعني المفروض ننزل كل المي الموجود به. مبدئيا أنا علقته فوق السينك بهذه الطريقة وبدأ ينزل المي اللي موجود به هذا الشكل. من 2 إلى 3 أيام نبقى نتخلص من كل المي اللي موجود بالروبة اللي مسوينها احنا، فكل ما ينزل من عنده كمية من المي أصغر حجم الشيس مثل ما تشوفون. هذا اليوم الثاني، فراح أخليه بالليل تحت مصفي وجواه يعني في الجدر يكون عميق حتى نتخلص من كل كمية المي اللي موجودة بالروبة. خليت عليه ثقل تقريبا 20 كيلو أو 15 كيلو، المهم أنه كل المي اللي موجود تأكدت طلع من الروبة وصار عندنا الروب المنشف وينطي طعمه على حموضة. بالنسبة لهذه الفترة هو طبعا برا الثلاجة، هي هذه طريقة صنع الأجبان والألبان. الألبان طبعا مثل ما تعرفون تحتوي على البكتيريا النافعة، فلا تقلقون بالنسبة للوقت اللي هو برا الثلاجة، عادي جدا هي هذه الطريقة. فمثل ما تشوفون صار عندنا قالب واحد متماسك ما بي أي قطرة مي زايدة. كل ما تخلون عليه ثقل تتأكدون أنه ينزل كل المي الزايد اللي موجود. هاي صار عندنا روب منشف جاهز للتشكيل. راح أسوي 3 أقسام، القسم الأول يبقى يعني عادي سادة، وقسمين راح أخلي عليهم حبة البركة، أخلي عليهم زعتر. فهذا القسم راح أخلي عليه حبة البركة أو الحبة السوداء يسموها، وأبدي أعجنها. وهذا القسم راح أخلي عليه زعتر. الزعتر هو خلطة جاهزة متكونة من سمسم وزعتر يعني وسماق وسمسم، يعني خلطة متكاملة تنباع جاهزة عند العطارين، هواية طيبة. هنا من بعد ما دخلت حبة البركة بهذا القسم، والقسم الثاني مع الزعتر شوية راح أضيف عليه سماق. هو الزعتر يحتوي على سماق بس بنسبة قليلة، هذا اللي عندي أضفت عليه سماق ينطي حموضة وطعم طيب. راح أبدي أشكل القسم اللي بيه حبة البركة على شكل كرات طبعا بالحجم اللي يعجبكم. خليت بإيدي شوية زيت زيتون أو أي زيت حتى أقدر أشكل الكرات. ما أنصحكم تشكلوها بالمي، تستخدمون لا تستخدمون مي، استخدموا الزيت.
طعمها هواية طيب، يصير حامض، وراح نكبسها بزيت الزيتون، تطلع بعد أطيب، تتحمل مدة الكبس 6 شهور تقريبا، تبقى عندكم. بعد ما جهزنا النوع اللي بيه حبة البركة، فراح هسه نجهز النوع الثاني بنفس الطريقة. خليت بإيدي شوية زيت، وراح أبدي أسوي على شكل طوبات صغيرة. هذا اللي بيه طعم الزعتر. من بعد ما جهزت عندنا الكرات اللي بيها زعتر واللي بيها حبة البركة، صفيتهم بهذا الشكل. هنا عندي راح أضيف على نوع اللي بيه زعتر، أضيف عليه الفلفل الحار، طبعا اختياري هذه الإضافة إذا تحبون. أبدي أخذ الفلفل الحار المجفف وأتخلص من كل البزر اللي موجود بيه، يعني أخذ بس القشور البرانية والبزر أتخلص من عنده. وبعد ذلك راح أجرش الفلفل، قشور الفلفل اللي موجودة، ما أطحنها طحن بس نجرشها. يعني بهذا الشكل يكفي. اللي يحب الأكل الحاد يقدر يضيف هذه الإضافة. نبدي ندورها على القشور الطابات اللي سويناها هذا الشكل، وندحرجها من جديد حتى تتماسك عليها الفلفل. طبعا ملاحظة جدا مهمة، أنا ضفت كمية من الملح، تقريبا ملعقتين طعام من الملح على الروبة أثناء التنشيف، فما ظهر عندنا بالتسجيل الفيديو. أثناء التنشيف نخلي ملح ونبدي نحرك الروبة اللي موجودة قبل ما تنشف تماما حتى يتوزع عليها الملح، ونتخلص من المي الموجود بها همينة بسرعة، وطعمها يطلع هواية طيب. فراح نحتاج العلب نظيفة تكون جافة تماما من المي، مجففينها من الداخل. وراح احتاج ايضا زيت الزيتون. بالبداية نخلي كمية من زيت الزيتون بالعلبة، وبعد ذلك ننزل كرات اللبنة او الروب المنشف مثل ما احنا نسميه. هذا الشكل. من بعد ما نصف أول طبقة، بعد ذلك نخلي زيت، وهكذا لحد ما نكمل كل الكمية. بالنسبة لزيت الزيتون استخدمت تقريبا 2.5 لتر إلى 3 لترات راح تحتاجون. وهذه عندنا آخر علبة بدينا نصفها، ولا تنسون الملح. خليت أنا 2 ملعقتين طعام من الملح الخشن أو ملح البحر، تقدرون تخلوها أثناء تنشيف الروبة. وهذا شكلها النهائي لوصفتنا لهذا اليوم. أتمنى تستفادون من عدها. ومن خلال هذا الفيديو أطلب من كل المشاهدين والمشتركين الاشتراك بقناة بنتي زينب، قناة شبابيك. عندها بعض المواهب وبعض الأفكار، أتمنى تدعموها وتشجعوها من خلال الاشتراك، وأكون ممنونة من عدكم. في أمان الله.